سلم نفسك يا خيري. مسلح سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدأ عماشة سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية الوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح، أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي، إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن.
يا فين؟ صدقوني وانت ما عرفتش حاجه على الشنطه دي خالص. صدقوني انا في امان بعظمه لسانه انه خبى الشنطه عند احمد كوزه قبل ما يتضرب عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطه الفلوس عشان يستلم اقساط ثانيه. وفي اخر محاوله للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصوره تكون واضحه قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثه دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقه جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجاره العمله. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجه. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمه من العملات الاجنبيه من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريكهم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قدوه حسنه وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرمايه واسمه حلف القبه. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ ها؟ مبرق ليه؟ انا بترعب من اللي برق لي. انا سعاده الباشا ثانيه واحده وفضاره. سيبه يا حنف. قلت لك سيبه. من عينيا يا باشا. حبس الفرادي ها ولا هتودوني سجن تاني زي كل مره؟ اطلع قدامي. قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة. أنا عايزكم تسيبوني في حالي. لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر. وهو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لها حتة يتوه فيها الأيام دي. وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي ثلاث مزاجين زي الفل ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايه المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعه احكام نتحكم عليك بيها وانت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد ايه؟ انا ما بقتش اعد يا مؤاخذه. 15 سنه ده غير السبعه بتوع قضيه السرقه اللي رميتك علينا. ما انا كمان ما حدش يدوس لي على الطرف، انا اللي هيكلمني هحط اصبعي في عيني عشان اكون فيها اعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب انا بقى هعرف اتصرف بيك يا حنف يا عباه. اديلك 20 جلده قدام زمايله. وبعديها يترمي التقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت انقلاب لحد ما اقتلها يا باشا. وضوح وضوح من وشي وضوح من وشي. يلا ما تستنى ملحوق على ايه؟ يلا قدامي. يعني انا اتعرضت عليكم؟ قدامي. ده ايه ضاع؟ اربعه ماشي. خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. لا بقى دي 15. دي ال 10 يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه رايك بقى ان دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العدد. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 ماشي 12 ماشي 13 14. حس كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعامل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وهيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها.
دول كانوا بيوصلوك؟ انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدعي للشويش وقول له افتح وخرجني. هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طالع افراد بعد 22 سنة. عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام. مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه يا عربي. تلفزيون كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدامها. طلباتك. خيري ورشاد وبدوي العيون فين؟ في استعلامات في الداخلية يا باشا. ممكن يقولوا لك على كل حاجة. ولا قلت اسم حنفي. براحتك. أنا بس حبيت أقول لك علشان ما تسمعش من بره وأبقى قصرت في حقك. تقول لي إيه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه. ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي. خير ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ادي احنا بندور عليهم. ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه. يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقدة زي دود الأرض. لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب إنك تعرف هما بيفكروا إزاي. لو ساعدتني هوصل لهم. أساعدك؟ أساعدك إزاي وأنا محبوس في أوضة قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على إيه؟ هخرجك من السجن لحد ما أقبض عليهم. مش فاهم. أنا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سرقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصلها ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي. مش ندمان؟ اركب. انا اصلا مش كاتب. اركب.
هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أتبع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قولي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي، اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه انت بتمنع ليه؟ اتلم ترابيزه الاثنين لو سمحت. اربعه عشان خالتي وجوزها جايين. مش انا يا مدام، ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. كبيرة تاني يا زوق. يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا الله قوي كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عندها معاه، باخد حق بدراعي. حاجة تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضة اللي جاي فز، قوم يلا. ماشي ماشي. متأكد العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجة يا باشا، الكذب خيب، أنا كذبت عليك. أمال مجردان وقع على فين؟ خدمة إنسانية مش هنسهلك العمر كله، هجيلك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. أقول لك أنا يا باشا، أصل أنا ليا عمى غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الآخرة، وملهاش غيري. هروح أطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك إن شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي. ربنا يكرمك. فينك يا شاد؟ مكانك ايه؟ ما هتخش معايا؟ اه طبعا. طبعا ازاي؟ ده ناس متسميتين محافظين، ما تشوفش على حد غريب. طب تصدق عمتي مربيه بعناها. وبعدين البيت مالوش غير مدخل واحد. طيب بسرعة، أوام أوام، خلص نفسك. أنا يا باشا. بنت عمتي؟ إزيك يا بنت عمتي؟ أمال فين عمتي؟ أنت خرجت إمتى يا حنفي؟ خرجت إمتى؟ يلا مفيش وقت. تعمل ايه عندك يا لعيب؟ مستني حنفي. حنفي مين؟ حنفي القبه. نعم روح امك. وحنفي القبه بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت ايه تقول؟ ما هو ايه؟ ما تقدر. معلش.
وذكر وده اللي رجعه في ساعه زي هنا؟ هو غير مواعيده ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. طالي طيب ولم الجشع باي حاجه. روح بينا اديك على وجهك. انت مش بتاعي. ها طب تعالى شويه بس يا عم. يا ابو الياس يا خلق هو حرامي حرامي هنا كده عيب. ايه بتزعقوا لي ايه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقه. حريقه ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك بتقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو يبلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ الجودة دلوقتي تحية يا باشا. يلا فيها 50 جلدة. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقة جوه بيتي ولا حاجة. ازاي؟ الست كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ايوه. ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي هنا يا باشا. ايه؟ العربية ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سينجي سينجي ما عايزين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بابا احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه دوت في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه. الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان اللي سايبه. انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. قفشوا حرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ولاد الحرام كتير. حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغك متكلفه. شايفين مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. لا ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من انت؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميرة حلوة أوي. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ما خرجش من أيام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك. ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل.
عسل. خير ورشاد وبدوا فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، وما حدش ما عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطف مراتك ليه؟ ما اعرفش ما اعرفش. ما حدش اتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه، سيبوني في حالي يا اخي، سيبوني في حالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك، سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك، الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري دي حقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا ضوعه كمان. انت هتقابلهم امتى وفين؟ انت قبل ساعه ما يجي. علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الوقت كان ابنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلوا. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ممنونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته، هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزلنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي، امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ أجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد. أنا أي مساعد منى في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنت تخرسي خالص. اللي مريح ضميني من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولاد الحيلة. وما تنسيش إنك أنت محسوب عليا. أنت اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت، انا هحسب لك هنا. بقول لك يلا. ايه بالراحه. يلا. مساء الخير يا رجاله. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك يا بنت. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فوق الارض عشان يجيبوا الحراميه يبيضوهم في بيوتهم. اتفضل. هو علي انا اطلع السلم احسن. لا 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 ل
مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنفي القباه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنفي القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلا يا حماتي. مستخيرة تاني. موسى! عاربك كده؟ انا عملت حاجة. قدام. طب قدام يعملوا لنا شوية شاي خرمان. منى اعمل له شوية سم هاري يشربهم. قدامي. ايه؟ تعالى هنا اهو. خش قدامي. موسى! ماما! خيرية فوقي. قسما عظما. اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افتنى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. ادي احنا كتاب. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا بينا كريم. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بس يا صوتك ليه سمعنا؟ محسن هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامها. بحسبك حنف القباه. نعم. حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنه. وانتي ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. بالحلاوه والجمال ده متجوز لغايه دلوقتي. ازاي يا كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبني في بيتك شيء يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تلقى الاصل منك، كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيكي، لمسة ايديكي. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده وأحطها على شفايفي كده. ساعتها
لون الدنيا كان بيتغير وحسي براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام انام. عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفافها عشان تسيني من حنانها. بالظبط هي كانت تبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتنا يا عيني بتحكي لها على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو اسمع عندها مشكلة كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياة بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عيلك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبله عنك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ده ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني. مش قاعده في البيت ده في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عنك انت اودالك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدام قدام. طيب يا شيف انا تقولي في 60 داهيه عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حرفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز الحق الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه؟ بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يتسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو النار في جبتيته بس ملوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. يا شريف بلاش العصبيه دي. طيب يا بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق. مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما في غيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه. شريف عبله انتوا بجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص. ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ ايه بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقى تقصر العمر يا شيخه.
يلا بينا عبله. تعالى هنا. انت رايح فين؟ انت بتقاتلني؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العالم خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها. فين الزعيم نشوف شغلنا؟ يلا بينا على الجيارة يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معايا يا باشا، متقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعوني مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انهم مش هيروحوا حته تانية؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودره على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلاه البيت نوسه جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجاره يا باشا كده يجيبك ثواب. سجاره يا باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له كفتير الكفيل. لا مؤاخذة يا باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها علشان انت جننت. انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللابه، هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خيل ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا يا ارموها معلمي؟ بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. انا رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خير، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. اسم الله عليك. اطلب نفسك يا صابر. ما تجمد امار. مات
عقلي يا روح امك. بتوجع. ايوه خيري، انا حنف القبان. يصير الحي تلاقي خيري. ده عمرك اخويا فين؟ الحفظ والصون يا قباها. ازيك يا رشاق؟ بغصت العربية؟ وأنا كنت بغصت مرسيدس يا خايف. حالك فين؟ ايه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت شوية. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي ويلحق خير ورشاد يا باشا. احمس نفسك كده لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ليه يا باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش فاهم الواد اطلع لنا من الامن وسيبه. وليه الاخراج من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هتجنني ايه اللي بام الشمع على المغرب؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ يكونوا مش حاملين علينا قنبينة هما الاتنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنك مش سهل. اسألنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طقم يصطادنا بيه وما كناش شفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتلام على أخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ أحمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، أنا ابتديت أخاف. عشان جبان اللي يخاف الأيام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض ما رضيش. ما رضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضوء. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك؟
قلت ايه يا عبلة؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك شريف هيتاخر اكتر من كده؟ اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي؟ مش عايز شاي. بابا منى مالها الذنب؟ انا مجدي. موسى وطي صوتك. ثانيه واحده شريف. اخويا ماله شريف؟ انت بموت. انت قاعد بتستني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف؟ رد عليا. قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع العباد اللي هزع عواده. روح هاتي لي كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى. موسى اللي بيجري ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربية. ما هي مجاربكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوة بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا هيهم عليا. وده وقته. لما يفوق نبقى نرجع له. فوق. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزها تخرج وتسيب جوزها في حالة زي دي؟ عبلة بنتي ملهاش أي علاقة بيه. أنا كنت جاي هنا أطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانتوا كنتوا تقدروا تحصل على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا وتشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جننت. ماما. ما عدتوش هنا تاني. ولو شفتكم هقطع رقبيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا. ما قلتهاش. حاضر. يلا. اسمع فين؟ ترازع هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة. فوقي ماما. حبك كده. يلا يا عبلة. فوقي لسه قاعدين. يا موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها؟ سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الجرة. ها؟ يا بابا جمعة. مين؟ سي حنف؟ يا ابن مالك بلمتك ده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. فين؟ منى. منى شريف. الف حمد لله على السلامة. ارتاح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. احسن. على قفاه؟ ده خرج من امبارح بالليل ولسه مرجعش. خرج؟ يا خرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد. اسم الله عليك احمد. ما هو اصل ما جاش الورشه من امبارح.
احمد فين؟ اسمع يا ادم اقول لك، انت عارف ان معزتك عندي معزة احمد اخويا وطول عمره سره معاك، انت لقيه فين؟ ما اعرفش ما اعرفش. انت يا ادم لقيه فين؟ يلا الحقوني الحقوني. انت يا ادم دلوقتي بيمر احمد وضوع هيروح في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت هعملها معاه وهيروح يرمهم. امتى وفين؟ العصريه، العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعملوا ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مالك اهلك؟ انت عاجبني وصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ احمد بقى انت محتملي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه، كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى، اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي ده؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. اعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها. يعني مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال اخرج لكم بلبوص؟ مش فاهم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ قال له عبد الخالق ابو العنين. خد قصة الهواء في الباب، اتفضلوا. التليفون في عطلان ولا ايه؟ ما بيهمكش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، في طرة، في أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلاً كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي، لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده. هناك؟ أنا أصلي بقى إيه؟ مش بزور الحتة دي. أنا أعتبر مقيم هناك. إيه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. مظبوطك إيه يا باشا؟ مظبوط 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 يا ولد. إيه؟ مظبوط. وبعدين بقى يا منى 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 الدبانة أصلها هنا. طعم قهوة البواب. مبلمة كده ليه؟ اتحركي.
واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص محدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. اعمل معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. فانا عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مضايقنا عندك. ايه اثبت اهو، اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهدلنا. انت مين ده؟ ده حرف القبه ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فاضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تهمت بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا باشا. الحمد لله على السلامة. يا احمد ضعف فين؟ في الحفظ والصوت. سلم واستلم. وين يضمني؟ كلمة شرف. هاخدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانه. اهلا بسبع البرومبا. انت جرالك ايه يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ Thank you.
المحروس جازك بيلعبني، جايب معاك دين غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخبى. رشاد استنى بره انت وهو عشان دوركم. تعالي هنا تعالي. ابعد عني ابنك. ازيك يا ابا حنفي؟ انت خرجت من السجن قبل معادك يعني، حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يا ابا، انتوا بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يا ابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يا ابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ خليت العيال دي انت لحيت تخلي فيهم وانا في السجن. طب هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت زيكم. الف بركه يا خالد. ازيك يا ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا امك؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فينا يا احمد؟ الامانه اللي استأمنتك عليها نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده، ما لهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ما لهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنة. واعل قولي الفلوس فين؟ كلمه يابا. عقله. يا ايه الحكاية يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطة مقفولة، وقال لي عينها عندك امانة واوعي طلع بني ادم. وانا من الحب ليه؟ شلتها بيه ورموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب. وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها. دي مش فلوسي لوحدي. دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعترف بسوها. هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي اللي سابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك. قلت لك اجري الفلوس. سيبني يابا سيبني. مش هتخرج وراها الا على جتتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان.
ايه بقى يا شمالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا تعبت فشلت في شغلي وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني مدام عادل. رد عليها طيب. كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عارفها من لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب. وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي. وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا. صدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس. بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها. بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا. احنا ورانا شغل كتير وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح مالكش دعوه بمنى وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلوة اشتكيت ها؟ لو أكون حد شاف عليك. أنا مش عايز إحراج. ايه اللي هتعمل لي؟ عطشان عايز شويه ميه. مش دي قله برضه؟ قله. انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزه كبيره بالكتير مش قله. بريزه كبيره دي فازا سافر من القرن ال 18 تمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا سيدي ايه اللي انت عملته ده؟ مجنون. القله دي 90,000 جنيه؟ ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف ولا احنا يعني مش قد المقاس؟ يلا ما تبحلقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لا بلاش بالله دي. انا ما تجننيش. انا مش فايقلك. ماشي. انا مايلها لامي. طبعا يا جنوكو. يلا وراها مستنيين. طب تترزي هنا ما تتحركش الا لما اجي لك. ماشي يا باشا. ايه
ازيك يا سهير؟ سهير ايه؟ مش تجننا يا سهير؟ ازاي حضرتك غلبت؟ انا ما اسميش سهير. بس تجننوا برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم بوفيه يكون جاهز بعد نص ساعه. في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه، كل شيء بالهداوه. ايه يا ابن حبيبي؟ انت ما عندكش نظر مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح لنفسك. اوعى. يلا امشي. انا سجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لسه توكي ده؟ اللي ماشي توكي ده؟ يوديك لين ده اللي ساعدنين ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي. حلفي القباها. نعم؟ حلفي القباها. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليك حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما انت حق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش وزون. وزون اتخرم؟ قال يا ابن خالتي مرة اتخرم من الوزون كنا صغارين. فكان ضرب يا عيني. كانت امه بقى مربية وزون فوق السطوح. خرم هو الوزون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه من الشغل لقى الوزون مخروم. قال له علقة. تسمك يا عبلة انا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مرة من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبله. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبله. انا بقول لكم كده. على العموم انا حابب اترك عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتكم. يا رب يبقى بتاع الاذون انت. اتصرف الاذون. موسى! ايه ده؟ يا مدام مالك؟ حد كلمك؟ مش ممكن. مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى. اعلى وما تهورش. اعلى ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما تقتلنيش يا موسى! ارجوك طلعني. كده؟ طب يا بنت موسى. وادي الأول. نرقص طقه، كله يشيل الكرسي بقه.
درجين 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 المعركة نادلنا ملهاش عاد تعرفوا تعملوا كده مجنون هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 شريف معاك دعاء لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وهنطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول. ظهر إن ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكره هكلف بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. الو حنفي انت فين يا حنفي؟ اسمعني كويس يا باشا قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني ما اكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. ايه
ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه. قدام البيت اللي راحت يا باشا. دم دعاء. ايه؟ هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمى عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه. في قانون. والقانون انا اللي بمثله هنا. القانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوق فين؟ اوعى يفلت من ايديكم. وصلوا. الاحسن تروح تصير يا احمد، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. امسك. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك، وأعدي على مديرية الأمن أقدم استقالتي.
عايز تسئلي انت استقيل. انا مش راجع قبل ما اصفي حسابي معاه. انت مش قدهم. دول قتلوا مرات اخوك. واخوك كمان راقد بين الحياه والموت. اخويا هيعيش يا باشا. ان شاء الله هيعيش. الو. صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبلة مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عبلة عبلة قدامك ساعة تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو. ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا.
الآن إيه؟ وآخرتها خير؟ آخرتها؟ كل اللي فات قلنا معلش، الجوع والفقر كان شدد علينا، إنما إيه اللي بنيله ده دلوقتي؟ الله، جرار يا شباب، أوعى تكون كرفت قلب الواد بدر، بتاعنا الله. أعقل إزاي بس؟ إزاي؟ أنت عارف أنت عامل فينا إيه دلوقتي؟ هيبت الدنيا علينا، دخلتنا عش التعبين برجلينا، تقدر تقول لك تعمل إيه مع جوزها؟ هتكون عقلة كويسة تقتله هو كمان؟ لا بدا كلام، أنا هاخد منه شنطة الفلوس وهقول له بألف سلامة أنت والمدام، بس اديني بقى كلمة شرف إنك أنت تسيبنا في حالنا. طبعا لازم هخلص عليه. تبقى كلمتنا يا خيري، اتصعنت. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا. الشين التانيين هنتقاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا، وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حتة. غالي والطلب رخيص، نصيبك في الحفظ والصون، عينهولك من زمان. حبيبي يا خيري. اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تقتله. ما انا كمان خايف. يلا قتلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه، انت عارف كويس قوي ان انا مستغناش عنك. احنا الاتنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض، بس انا خلاص تعبت، انا بقيت اضعف من بدوي الف مره، وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل تلاته، انا وانت وبس ولا حد تلاتنا، هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في الأوبئة. ازيك عطوة؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حتة سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعة مسروقة عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوه؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمه. بت مين؟ نعمه الرقاصه. ودي الاقيها فين؟ واد يا جمعه، ما تخافش يا سحانه، انا عارف شكلها كويس. فات عينك كويس، انا هخش عقد المايه جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف راحت فين وتجيني. عينيا يا سحانه. مساء الخير يا فندم. عايز اجدع ترابيزه. لكام نفر يا فندم؟ 10.
هما فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. من ايديهم يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مرشال جاد. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم، والصباح راح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع ملكك اشوف بنتي يا خيريه. مادي واخت الشيطان، مفيش وقت. مستحيل لسه بشوف بنتي. يا خيرية البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. وايه طمني؟ مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخ طايح واسيبهم يقتلوها. انا مش دعوه، جايه معاك. ارجع عايزك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف. ايوه عارف. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو.
طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا هنا كمان؟ من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما رجعتش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحنت تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يهوي بينا، ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم، اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس، هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس، هنغنغي كنعمه، هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته تترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا للشريف حاجه؟ ما تجيبليش سيره شريف، بتشائم. تأخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطة الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشة، انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل اتفضل اتفضل، كل اللي انت عايزه. بخير الله. هاتي دول. حاضر. الحرامي الحرامي موسى الحرامي. انا مش عارف الجدع ده بيدفع لي منين، وانت بتجيلي منين؟ انتوا ايه اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دلعتوا. حاضر. اي اي حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. اي أول مرة أحس فيها إنك جنبي، حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ أنتوا راضيين فيا حتى ليه؟ ما تترزوا بأي حاجة لغاية البنت ما ترجع له؟ أرجوك يا حلا في بيت، ما تسيبناش لوحدينا. يا وليه يا ولية سيبينا الله يخرب بيتك دوعته. يا شريف ميتين. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك.
ارمي السلاح يا ما تشاهد عليه. بقول لك اقتله. ما ترمي يا السلاح. هيا يا ابن المجنونه، كان ممكن الرصاصه دي تيجي فيها تجيب اجلي. ما تخافش يا باشا، انا كنت بطل ماء في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شويه. تعالى نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجه. امشي نجرب. اسمع، لف انت من هنا وانا هلف قبلك من الناحيه الثانيه، وده خد بالك من نفسك، مش كل مره ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا، من هنا. قومي سيبني. قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. انا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمه مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الاوان. ودم دعاء واللي عملته في اخويا احمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. انت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنتوا لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تقبض على الحرامي ده. سرع مني شهادة الفلوس اللي كنت حافظ بيها عبدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته معايا وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه.
خدام فيكوا يا باشا بالحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا. ما كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه باشا مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخ او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل. غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السجن كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني. مدام عادل. رد عليها طيب. كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عرفك من لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب. وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه؟ الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي. وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حلف. انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتي. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبله بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا، يلا احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح. مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدمه عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفله النهارده كمان. حلوه الشكايات. ها لو اكون حد شاف عليك. انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ عشرة 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 مية. مش دي قلة برضه؟ قلة. انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزة كبيرة بالكتير. مش قلة. بريزة كبيرة؟ دي فازة سافر من القرن ال 18. تمنها أكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ يا سيدي. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ القلة دي 90,000 جنيه. ده احنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟
ولا احنا يعني مش قد المقاس؟ يلا ما تبحرقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لا بلاش بالله دي انا. ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي. امال مالها لامي؟ طبعا اذنكم. يلا وراها مستني ايه؟ طب تترزي هنا ما تتحركش الا لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا صغير؟ صغير ايه؟ مش تجننا يا صغير. ازاي حضرتك غلط؟ انا ما اسميش صغير. بس تجننا برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. فيكم جاهز بعد نص ساعة، في شمبانيا ولا لا؟ هدي أعصابك يا خيرية، كل شيء من هدوء. إيه يا ابني حبيبي؟ أنت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم إيه؟ نعم الله عليك. إيه نعم دي؟ بتفتح نفسك. أوعى. يلا أمشي، أنا سجنك أقعد هنا. حاضر. يلا أمشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لسه توكي ده؟ اللي ماشي توكي ده؟ ايه ودي جلايد ده اللي ساعدنا ده؟ ما تشرفناش بحضرتك. حلفي حلفي القباة. نعم؟ حلفي القباة. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني. ويهون عليك حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذون تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذون اتخرم؟ ما انتوا حق عليك؟ ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذون ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش اذون. اذون اتخرم؟ قال يا ابن خالتي مرة اتخرم من الاذون كنا صغارين. فكان ضرب يا عيني. كانت امه بقى مربيه اذون فوق السطوح. خرم هو الاذون من غير ابوه ما يعرف. ابوه جه من الشغل لقى الاذون مخروم. قال له علقه. تسمك يا عبله انا بمر بظروف صعبه ومحتاجك جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبله؟ ايوه انت. معيشني بجحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وانا قلتلك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسلة. عبلة. انا بقول لكم كده. على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثة براحتكم. يا عم ده بتاع الاذون انت. اتصرف الاذون. ايه ده؟ يا مدام مالك؟ حد كلمك؟ مش ممكن. مش معقول. انت تالج وهنا؟ اعلى موسى اعلى ما تهورش. اعلى ما تبقاش زي المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بعتنيش يا موسى. ارجوك طلعني كده. طب يا بنت موسى وانا اللي اقول لك. انا شايله ايدي كرسي كرسي الله.
السيدة بتقوم بيضة دقوا انتوا كمان على كراسيكم. لا يا جماعة بطلوا بيضة. ياي بقى ده يتحكم فيكم. نبتدي نرقص نرقص دقوا كله يشيل الكرسي بقه. لقيتوها فين؟ ايه؟ طيب انا جاي حالا. على الحالة دي وهنطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة، علشان كده بلغت سيادتك على طول.
ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف. انتهت علاقتك بالقضية دي. من بكرة هكلف بيها ضابط تاني. ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك. حاضر. حنفي 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 هرب. قتل ضوع يابا، لوها مرمية مقتولة في الشارع. عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها. ابو سيدك يابا، قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها. حنفي الحق اخوك يا ابني، هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد. اسمعني كويس يا باشا، قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي. دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال. قلت ايه؟ اجيلك فين؟ ثواني وهكون عندك. ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك. ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي. انت مش هتعمل حاجه خالص. هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا. دم دوعه. ايه؟ هروح هدر؟ ما تخليش الغضب يعمي عينيك. هات المطوه. مش قبل ما اخد طاري بايدي. دي مش غابه، في قانون، والقانون انا اللي بمثله هنا. قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت. القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها. يا وضيع يا حقير يا ابن الفران. اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوها فين؟ اوعى يفلت من ايديكوا. وصلوا الأول. هتشوف لما تحصلها. Thank you.
معاك، ما تخافش. احسن تروحوا تريحوا، انتوا سهرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بيكم اطمنكم. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك، وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تستقيل أنت استقيل، أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم، دول قتلوا مرات أخوك، وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا، إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا، شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عابله مراتك، واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عابله، عابله قدامك ساعه تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو، ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين؟ انت اتكلم. حنفي، أنا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء وأحمد أخوك؟ قول لي حنفي، فين شنطة الفلوس؟